إذ يوث انترزاني الفيداني المذن غرفة زمنزوني مغرسنة ثمثن يفصح انطلع مرة غارو سالي أمل ماضق مجوهاذ نمذوحا ذي تيزي وزو إقلان ذي نيجي غاف تقرولا من الجزائر لما أنا الجزائرين هذا كوين ذي ثمانية مي ألف ألف ساعة ألف ألف ساعة مية وخمسة وأربعين هذا الفرنسي الطفارة ذي العهد ينس نداول ذي الحرب العالمية الثانية أنا غير مختار تقيرة تقيرة على تسنة لأول مرة أزور هذا المتحف الذي يكتنز الكثير من الملاحم والبطولات اكتشفنا تاريخ ونضال شهداء الجزائر شاهدنا الكثير من الوسائل كالأسلحة والألبسة التي استعملها المجاهدون في الثورة آنذاك تعرفوا كذلك على الوسائل والشخصيات البارزة التي كانت وراء الحرية التي ننعم بها الآن والاستقلال هذه قبل هذه مثل ويقبل أنا عبد الزمن أرسين شفاوات نمزرود قولا غنتسوتي ويناقي غيدي تنكرن ذي سوي ثلاث نغلاف ثم نتصرفقا ذيوث يرث مزورة ذي الواجب يورصي ذي قولا غنسن أمزيون تمورث هذه الزيارة ما هي إلا رسالة وفاء لهؤلاء الذين صنعوا مجد الجزائر أمسنا مرة غرفة زنا غثمة نفسح انطلع مرة يغيف كان ثقوني تكند ناس غارو سليقيا نيم عراسا الشفاوات يغدي يبين أرذاقيا ذا السمكتيا ذاين غادي تجي غادي تجن الجدود النار غادي يبين الممكن ما جينا غسما يلا ام غرسنا نغموثن اين تجن اريد تمتسرا نمريا سن باللي ثون من انت الجزائر تسد ستوكلي يوكنا سكرن اي فرنسا تسوي ذي مشطح حانك شوي انسان سوا شوي انسان سوا راو انسان يوكنا ضوضنا ذي ونقي شوي غارين عزيز فلنا وقي تسمون انت الجزائر تسيل اللي وقدود الجزائري ساقيا ذي وثن تيرزا ادي لان تساقني تين المدن نغر بزناغ اذ يارد سكفلنا مزروي انتمورتنا الجزائر دوامك اذ توكس للي تلينس لقديش انتير زي شفانثا تينيس ناردين في مسنونين المذن نغاف ومزروين تمورثنسن إميا ذيوان يرويه لن بحريش نترفقا أي ضمنن أرسين أحقانيا نمزروين تمورثنا ذقوالاغ أن يليون سكسن